اليوم المستقلين إذا صاروا إذا استقلوا فعلا عن كل التأثيرات الخارجية، هم وإن كانوا أصغر مجموعة داخل المنظومة السياسية العراقية اليوم، لكنهم هم الأكثر قدرة على المناورة، وهم الأكثر القدرة على تحريك الأجواء. إحنا نحتاج إلى قرار داخلي تتخذه مجموعة قادرة على المناورة، تكسر حتى الأذرع الخارجية من خلال مناورتها السياسية، وتفتح بوابة معينة، وهذا ممكن أن يحصل في العراق.